أولا كما ذكر مسألة الاستعجال، كل المؤشرات المتوفرة لدينا الآن في الاتحاد الأفريقي وفي الأمم المتحدة تشير إلى أن البلاد في خطر كبير، وأنها إذا لم يبادر أبناؤها قد تندفع إلى ما يتمناه أي وطني جدير بهذا الاسم. إذن نحن متفقون على ضرورة التحرك السياسي ودفع الفرقاء السياسيين إلى تصرف مسؤول مناسب بأقصى ما يكون من السرعة. طبعا تعرفون كلكم وأنتم في بلد غالبيته مسلمة أن التعجل من الشيطان والتأني من الله. طبعا في الوقت الذي ندعو فيه إلى الإسراع، إلى إسراع الفاعلين السياسيين إلى تحرك وإلى إفراز تراضي وطني ليعيد البلاد إلى الشرعية الدستورية الانتقالية ويوقف الانقلاب الذي حصل سنة يوم 25 أكتوبر، هذا التصرف يجب أن يكون سريعا، ولكن في نفس الوقت يجب أيضا أن يكون مسؤولا متأنيا صبورا منهجيا. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هو أننا نشجع مختلف الأطراف العسكرية والمدنية على أن تساعد القائمين السودانيين على شأن البحث عن التراضي الوطني، أن تشجعهم بخلق مناخ سياسي مناسب باتخاذ الإجراءات التي تمت الإشارة إليها، والتي في أولها إطلاق سراح المعتقلين والتصرف السلمي مع التظاهرات الشعبية. ونرى أنه عندما يحصل هذا يمكن أيضا من الوارد أن نطلب من الشباب وفصائل الشعب التي تنظم المسيرات والمظاهرات هم أيضا في هذه الظروف الجديدة السلمية المواتية للحوار والنقاش أن لا يشجعوا بأي شكل من الأشكال تصرفات قد تسيء إلى قوة الأمن وإلى الاستقرار وإلى مؤسسات الدولة. هذه أيضا مسألة بالغة الأهمية، تعني إطلاق سراح المعتقلين، تعني توقف العنف بكل أشكاله من كل طرف، وتعني أيضا التفكير الجدية في رفع حالة الطوارئ وإلى غير ذلك مما يمكن في مجتمع مثل هذا المجتمع أن يشجع على خلق جو مناسب للتفاوض.